السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط اندرويد بتقدم لكم في الفيديو ده تخطي حساب جوجل للهاتف انفينكس سمارت 2. بعد التسجيل على شبكة واي فاي، الهاتف بيعرض لك اشعار انه تم اعادة ضبط المصنع للهاتف، ولازم البريد الالكتروني اللي كان موجود على الهاتف قبل اعادة الضبط علشان يفتح. بنرجع للصفحة الرئيسية وبعدين بنضغط على الاتصال بالطوارئ وبعدين معلومات الطوارئ مرتين ورا بعض، وبعدين بنضغط على علامة التعديل أو القلم اللي فوق على الشمال، بعدين بنضغط على إضافة جهة اتصال. طبعا بتكون حاطط شريحة سماح، بيظهر لك الأشخاص أو الأرقام اللي أنت مسجلهم على الشريحة، بتختار أي واحد فيهم وبعدين بتضغط عليه. ثلاث نقط أعلى يسار الشاشة، وبعدين بتختار مشاركة، بعدين المشاركة عبر في كارد. ضغطة مطولة على رسائل وسائط متعددة، وبعدين اختار معلومات عن التطبيق، اختار تطبيق الرسائل النصية، وبعدين ادخل على روابط الفتح. من روابط الفتح انزل تحت خالص، هتلاقي يوتيوب بجو، اضغط عليه، بعدين تضغط على ايقونة اليوتيوب بجو، بعدين بتختار إشعارات التطبيق، الإعدادات الإضافية في التطبيق، انزل تحت خالص، وبعدين بتضغط على لمحة عامة، أحكام خدمة يوتيوب، القبول والمتابعة، التالي، لا شكرا. بتكتب في العنوان فوق VN ROM VN ROM، وبعدين بتضغط بحث. انا اسف جدا، بس الرابط اللي كنت هستخدمه في الشرح ده كان رابط اختصار روابط، وبصراحة لما عملت الطريقة كان ممل جدا، فاضطريت ان انا اغير من الطريقة واشيل رابط اختصار روابط واخليه رابط مباشر للموقع على طول. ان شاء الله هعمل الطريقة ديت في تليفون تاني زي ما هنشوف قدامنا في الفيديو. هنكتب VN ROM او VN ROM، وبعدين بنضغط بحث، بنختار أول نتيجة بحث، وبعدين هنتابع معانا في الفيديو الأصلي. بنختار تطبيق كويك شورت كات، المتابعة، سماح، تنزيل، موافق، فتح، الإعدادات. بنفعل الخيار السماح بتثبيت التطبيقات من هذا المصدر، وبعدين بنرجع الخطوة، بنضغط تثبيت، بنضغط فتح، وبعدين بندور على تطبيق RLK Setting، بنضغط عليه، وبعدين بنضغط على تاني أيقونة في التطبيق، بنضغط على محاولة، بنختار البلد البدء، بنعلم هنا ونضغط التالي، بيظهر لنا الشاشة الرئيسية، بنضغط البدء، زي ما هنشوف دلوقتي في الفيديو هيتشال الإشعار بتاع إعادة ضبط المصنع، وبعدين بنضغط تخطي، تخطي، حسنا، بنعمل إعادة تشغيل الجهاز. تم تخطي حساب جوجل بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اي استفسار، اي مشكلة، طرق التواصل اسفل الفيديو.